السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس الحزد 700. وصلنا مع بعض للموديول رقم 2 واللي فيه هناخد الهايبريد نتوركينج. نخلي بالنا يا شباب انه الموديول ده موديول مهم جدا، هو اللي بيبين الفاهم واللي مش فاهم، او اللي حابب يفهم ياريت يركز في الموديول ده بشكل يعني يبذل مجهود مضاعف علشان نفهم، لانه الموضوع مهم جدا. هو ده اللي بيخليك فعليا تبدا تشتغل على الكلاود سيرفيس وتبدا تعمل مايجريشن او ترحيل للورك لود بتاعتك من الاون بريم على الكلاود. هناخد ايه في الموديول ده؟ هناخد الفي بي ان جيت واي، هنتعرف عليها، هنعرف ايه هي، وهنشوف ازاي نعمل سبنت للجيت واي زي ما كنا بنعمله للفيرتشوال نتورك في الموديول الاول. هناخد الكونفيجريشن اللي بتتم او الكونفيجريشن ريكويرمنت اللي بتتم على الفي بي ان جيت واي علشان فعليا استطيع اني اقدر كون اتصال من خلال الجيت واي ديت. هنشوف الانواع الجيت واي، لانه هنكتشف ان هي مش بس نوع ولا اتنين، لا ده اكتر من نوع او اكتر من نوعين. هنشوف بعد كده او هنتعرف مع بعض على الاس كيو او مايكروسوفت بتحاسبني وفق اختياراتي ازاي. بعد كده هنشوف ازاي نعمل كونكشن باستخدام الفي اي بي ان، سواء كنت في الامريم او سواء كنت في سايت موجود، يعني سواء كنت بوينت تو بوينت او سايت تو سايت، وهنشوف كل الانواع ديت. هنتعرف كمان على ازاي نعمل الاوبشن ال HA او الهاي افيلابيليتي، ازاي نكون جيت واي ونعمل الكونفيجريشن بتاعتها، وازاي نامنها بان احنا نحقق ليها الهاي افيلابيليتي علشان شغلنا يبقى امن ومستمر وموثوق. خلينا مع بعض نروح نتعرف على ال VPN Gateway. خلونا نسأل نفسنا، هو يعني ايه جيتوي اصلا؟ كلمة جيتوي زي ما احنا شايفين كده هي كلمة من شقين، جيت واي. جيت يعني بوابة، واي يعني طريق. كلها على بعضها كده يا شباب عشان نفهمها، هي بوابة المرور. بوابة المرور، حد يقول لي مرور ايه؟ المرور اللي هو البيانات او الترافيك اللي جاي من حضرتك من الامبريم بتاعتك رايح للاجر، والعكس اللي رايح من الاجر او اللي طالع من الاجر او من الكلاود عموما جاي لك انت في الامبريم. لو ركزنا في الدياجرام او الرسمه اللي قدامنا دي هنلاقي هو بيحاول يبسط لي الفكره او بيحاول يفهمني يعني ايه جيت واي من خلال الرسمه دي. اولا الجيت واي بتاخد الرمز ده، ده شكلها كده على البورتل او على اي دايجرام جاي من مايكروسوفت، ده الايكون بتاعتها. هنا هو بيقول لي ان انت عندك كلاود سيرفيس وعندك في نت، احنا خلاص تعرفنا عليها وعرفنا نعملها ازاي وفهمناها في الفيديو اللي فات، تمام. محطوطه في الاس تي او اس واخده الاي بي ده، وحضرتك هتعمل جيت واي او بوابه مرور علشان الترافيك اللي جاي لك من الاجر رايح للاون بريم يعدي من خلال الجيت واي ديت. فهنشوف ان هنا في حاجه اسمها تانل او نفق البيانات او الترافيك ماشي جواه. فهنا الاون بريم بتاعتي، خلينا نقول ان الداتا رايحه منها او جايه لها، هي بتعدي على التانل ديت، بتعدي على التانل ديت. من التانل ديت او النفق ده بيمشي فيه البيانات، بيروح يقف هنا، تمام كده. هو مش بيقف بمعنى يقف، ولكن هو بيروح يعدي على البوابة. البوابة ديت هي اللي بتقوله أو بتوجهه يروح فين باستخدام ايه. ده بأبسط المفاهيم علشان نفهم ايه فايدتها اصلا. يبقى كده عرفنا ان انا لو عندي سيرفيس مثلا هطلعها كلاود، او لو انا محتاج اروح اخد سيرفيس من الكلاود هستخدم الجيت واي في حالة ان انا موجود في الاون بريم بتاعتي، او في حالة ان انا موجود في البوينت بتاعتي، ممكن تكون مثلا البيت، ممكن يكون الكافي، ممكن يكون الشارع، ممكن يكون اي مكان، مش شرط يعني تكون اون بريم بمعنى كلمة اون. فهروح
أقف على البوابة ديت وأقول لو سمحت افتحوا لي علشان أدخل أحصل على الداتا بتاعتي أو أدخل أروح للخدمات بتاعتي. فهنا البوابة ديت هي اللي من شأنها هتاخد بإيدي كده تطلعني للخدمات بتاعتي على الكلاود، ولو أنا استدعيت خدمات أو بيانات من الكلاود هي برضو اللي هتاخد بإيد البيانات ديت والخدمات ديت من الكلاود هتوصلني أو هتوصلها ليا في السايت بتاعي. طيب هنا بيقول لي إنه أنواع الجيتوي ديت زي ما احنا قلنا من شوية إن هي مش بس نوع واحد، لا دول أكتر من نوع، هما التلاتة اللي احنا شايفينهم دول. سايت تو سايت يعني أنا موجود في أون بريم كاملة، يعني شركتي كياني النطاق بتاعي كله هيطلع بأجهزتي يروح للكلاود. فهنا بيتسمى سايت تو سايت، عندي سايت كامل هيروح يبص على الكلاود كله أو خدماتي كلها على الكلاود، فهنا ده مفهوم سايت تو سايت. أو عندي فينت تو فينت، وإحنا اشتغلنا عليه لما عملنا البيرينج، عندي فينت في كندا وعندي فينت في الهند، الاثنين كنت بقدر أخليهم يكلموا بعض من خلال البيرينج وعملناه واشتغلنا عليه بإيدينا. واللي جاي يتابع الفيديو ده لأول مرة أو ما سبقش إن هو جاء معنا الكورس من أوله، لو سمحت حضرتك احنا شغالين في موديول 2، احنا خلصنا موديول 1 واللي كنا بنتكلم فيه عن الفيرشوال نتورك وعن الفينت تو فينت او البيرنج، عن الراوتينج، عن الديفايند روت و فلو سمحت تروح تتابع الفيديوهات ديت علشان تمشي معانا وتكون على بينه وعلى مستوى كبير من الفهم. وعندي كمان البوينت تو سايت، عندي البوينت تو سايت في حاله ان انا مثلا عندي بوينت واحدة أو سيرفر واحد مثلا هو اللي هيطلع يبص على الكلاود، مش شرط يكون الداتا سنتر كله، مش شرط تكون الديفايس اللي في الأون بريم كلها. فهنا المفهوم ده أو نوع الفي بي ان ديت هتكون بالبوينت تو سايت. نخلي بالنا يا شباب إن السايت تو سايت بيرمز لها بالاختصار S تو S، تمام كده، والبوينت تو سايت بي 2S، تمام كده شباب. يبقى عندي نوعين شهيرين جدا سواء سايت تو سايت، وقلنا يعني ايه سايت تو سايت، يعني السايت كله الاون بريم كلها بكل السيرفراتها بكل الديفايس بتاعتها هتروح تعمل كونكشن مع الكلاود وهما الاثنين يشوفوا بعض. اما البوينت تو سايت لا، دي نقطه واحده او ممكن يكون عميل واحد عندك هو اللي محتاج فقط يروح ياخد خدماته على الكلاود فيتصل مثلا من اللابتوب بتاعه او حتى من التابلت او من الموبايل، لانه من ضمن المميزات البنفيت اللي احنا كنا مستحيل نأمنها في الاون بريم انه من اي ديفايس من اي نوع حضرتك هتقدر تتصل على شبكتك وتوصل على خدماتك، ما عندكش اي مشكله في الكلام ده. طيب لو رحنا كده الشريحه الثانيه هيبدا يكلمني انه ازاي نخصص سبنت على الجيتوي ديت ونخليه نحجزه كده ونقول له انت اللي هتشتغل جيتوي. احنا عرفنا في الموديول رقم واحد ازاي نعمل النتورك بتاعتي، ازاي ابني النتورك الشبكه بتاعتي عند اجر، فبالتالي الشبكه ديت انا هخلي فيها جيتوي علشان الترافيك اللي رايح واللي جاي الكلام اللي احنا قدام شوية يبقى هي اللي مسؤولة عن توزيع أو توجيه مرور أو حركة مرور البيانات ديت. فبالتالي أنا هخصص لها سبنت. ولو نفتكر يا شباب في الموديول الأول أنا قلت لك أو احنا قلنا فكرنا بعض كده إنه في بعض السيرفيس بتحجز لنفسها سبنت وحضرتك من المفترض ما يكونش معها أي سيرفيس تانية، يعني ما تروحش تعمل جيتوي سبنت او سبنت للجيتوي تخصصه للجيتوي وبعد كده تروح حاطط عليه في ام او حاطط عليه ابلكيشن حاطط عليه كونتينر. الكلام ده شغل الناس اللي مش فاهمه. لذلك هو هتلاقيه بيقول لك نيفر ديبلوي اذر ريسورس، اوعى تغلط الغلطه ديت وتحط في ام مثلا على الجيتوي او السبنت اللي متخصص بالجيتوي. الكلام النظري طويل وعلشان نفهمه بشكل
كويس، خلونا مع بعض نروح على طول سريعا للبورتال بتاعتنا ونحاول ان احنا نفهم اكتر. لو رحنا كده على البورتال بتاعتنا وقلت له انا محتاج اعمل فيرتشوال نتورك جيت واي، فهندخل كده مع بعض هلاحظ انه ما عنديش ولا جيت واي انا عملها. وكالعاده علشان ندخل نعملها مع بعض ونفهمها ونفهم الكونفيجريشن والستبس بتاعتها، فهقول له لو سمحت انا محتاج اكريت في نت جيت واي او فيرتشوال نتورك جيت واي، فهيبدا يوديني على صفحه الكونفيجريشن واللي تقريبا احنا تعودنا عليها، هيطلب مني البيزك انفورميشن، ولكن يعني هيطلع لي حاجات كده قد تكون اول مره تعدي عليها. خلينا نبدا مع بعض كده كونفيجريشن ونسمي مثلا، وهقول له مثلا my first gateway. اوكي اي اسم احنا بنتست يا شباب. طيب هتحطها فين الجيتوي ديت؟ احنا قلنا اي سيرفيس عندي هو بيسالني احطها لك في اي ريجون، فبالتالي احنا ممكن نبقي على الاس تي او اس، ما عنديش مشكله في الكلام ده. طيب هنا بقى هيبدا يقول لي طيب نوع الجيتوي ديت، نوع البوابه اللي حضرتك داخل تنشئها، هل هي في بي ان ولا اكسبريس راوت؟ هنا الكلام هيختلف. طيب في بي ان خلاص معروف واشتغلنا عليها في الاومبريم، ما عندناش اي مشكله فيها، فيرتشوال برايفت نتورك ما عنديش اي مشاكل فيها خالص، وقلنا ليها نوعين، يا اما سايت تو سايت يا اما بوينت تو سايت. ايه حكايه الاكسبريس راوت؟ الاكسبريس راوت يا شباب مسار سريع، من اسمه كده مسار سريع. طيب بيستخدم لايه؟ بيستخدم في حاله او حالات محدده، اشهرها ان حضرتك بترحل بياناتك الكبيره، نركز بترحل بياناتك الكبيره على اجر، فبالتالي انت محتاج هنا مسار سريع، محتاج خط انترنت يكون قوي جدا علشان تربط بيه او تفتحه من الامبريم عندك يروح يبص على الاجر، فبالتالي التانل هنا هتبقى سريعه جدا وقويه جدا، فانت الفي بي ان مش هتأدي الغرض معك. وهنشوف بعد شويه لما نعمل كومبير بين الفي بي ان والاكسبريس راوت ونشوف ديت سرعتها كام وديت سرعتها كام، وانت بعد كده هتفهم انه حالات استخدامها ايه. احب انوه انه في المنطقه العربيه قليله جدا جدا اللي بيستخدمها لانها مور اكسبنسيف، غاليه يعني غاليه في عالمنا العربي، لكن في خارج نطاق العالم العربي تقريبا مستخدمه وشائعه الاستخدام لان هي رخيصه بالمقارنه مع منطقتنا العربيه. يبقى احنا كده عرفنا انه عندي نوعين من الجيت واي، يا اما هستخدم في بي ان او هستخدم الاكسبريس راوت. نخلي بالنا برضو ان الاكسبريس راوت هو بيحتاج كونفيجريشن من ثيرد بارتي، وغالبا واللي هنا بنقصد بيه الاي اس بي او الانترنت سيرفيس بروفايدر بتاعك اللي هيمدك بالانترنت. يعني هتخيل ان انت رايح طالع واخد الانترنت بتاعك مثلا من المصريه للاتصالات او من اس تي سي السعوديه او من مش عارف امنيه في العراق، وات ايفر بقى اي شركه، فانت هتروح تخاطبها وتقول لها لو سمحتي انا محتاج اعمل اكسبريس راوت عندك، فاشتري منك الخط اللي من خلاله هقدر اطلع بالورك لود بتاعتي ارحلها، او حتى اعمل كونكشن بيني وبين الاجر او بيني وبين الكلاود من خلال الاكسبريس راوت ده. فهي هتديك بقى سيركل اي دي ومش عارف واي بي وشويه كونفيجريشن كده، اجر بعد كده هيطلبها منك. تمام اوكي طيب اخترنا هنا الفي بي ان، فعشان كده طلع لي بعدها على طول خيارات الفي بي ان. لو اخترت هنا الاكسبريس راوت هيطلع لي خيارات الاكسبريس راوت، فهيقول لي الاس كيو بتاعته ستاندرد ولا هاي بيرفورمانس ولا اي ار دي دبليو 1 زد ولا مش عارف ايه ولا تمام. وهيبدا هنا يسالني على الفي نت اللي هتشتغل معاه، وهيبدا بعد كده برضو يسالني على فيما بعد بقى على السيرفيس بروفايدر اللي بيزودني بالاكسبريس راوت ده،
اسمه ايه، هختار الدولة وهختار المزود الخدمة وهحط الكونفيجريشن اللي انا خدته منه علشان الاتصال يبقى قايم. للاسف الشديد جدا مش هنقدر نعمله، لانه علشان نعمل كده او عشان نشتغل عليه براكتيكال يا شباب لازم فعليا نروح نكلم اي اس بي، ولازم فعليا ندفع فلوس كبيره جدا علشان نقدر نشتغل عليه، واحنا هنا في بيئه التست مش يعني الامكانيات مش هتساعد معانا للاسف. ولكن اللي حاب يستزيد، احنا كده فهمناه، اللي حاب يستزيد يعني يا ريت يكمل قراءه في الموضوع ده. واعتقد برضو فيما اعلم الفيديوهات اللي بتتكلم عليها تكاد تكون معدومه يعني، تمام، ولكن احنا عرفناه. طيب يبقى كده هشتغل على الفي بي ان وفق الامكانيات بتاعتي. هيبدا هنا يسالني الفي بي ان بقى اللي انت، انا سالتك الجيت وي تايب نوعها ايه، قلت لي في بي ان. طيب الفي بي ان بقى نفسها نوعها ايه؟ عندك الراوت بيست وعندك البوليسي بيست. طيب ايه الفرق بين الراوت بيست وبين البوليسي بيست؟ علشان نفهم الفرق خلونا كده نروح نتكلم على الاثنين سريعا، نتكلم على الراوت بيست وعلى البوليسي بيست. ادي الكلاود بتاعي يا شباب، عفوا ادي الكلاود بتاعي، وادي الجيت واي. احنا قلنا ادي الرمز بتاعه اهو عشان ما ننساش شكلها او الايكون بتاعتها بيبقى شكلها كده. وعندي هنا مثلا هتخيل ادي الامبريم بتاعتي او السايت بتاعي، خلاص انا طالع من الكلاود، ادي الكلاود رايح عن طريق الجيت واي رايح للسايت اللي اسمه سايت 1 مثلا، او رايح لسايت 2، او حتى رايح لسايت 3. تمام كده، خلينا نقول سايت 1 سايت 2 سايت 3. باستخدام نموذج البوليسي بيست هيعمل ايه؟ انا لو رايح قصدي سايت 1 يبقى هروح في التانل اللي تم تخصيصها لسايت 1. تمام كده؟ يعني علشان نفهم اكتر خلونا نقول انه الترافيك، خلونا نقول مثلا انه انا عندي هنا النتورك بتاعتي مثلا 10.1.1.0. طب كده، وعندي هنا سايت 1 ده واخد مثلا 172.16.1.0 مثلا. فانا لو رايح من العشرة مقصدي او وجهتي السايت الاي بي بتاعه 172 همشي في التانل دي، انا قايل له كده في الكونفيجريشن بتاعتي، خلاص همشي في التانل دي. هنا كاني عملت بوليسي بقول لها النتورك ديت لما تروح تكلم النتورك ديت تاخد المسار ده، خلاص ولا شيء غير المسار ده. يبقى هنا انا بعمل ايه؟ بعمل ستاتيك راوتينج. ستاتيك راوتينج ما ينفعش العب فيه، ما ينفعش استخدم الدايناميك. فاكرين في الموديول واحد اتكلمنا عن الراوتينج وعرفنا انواعه، اتكلمنا عن الستاتيك وعن الدايناميك لما اشتغلنا اليو دي ار، صح كده؟ تمام. ادي البوليسي بيست. على النقيض بقى، على النقيض بعكس ده تماما هيبقى، او خلينا على نفس الشكل، غير لون القلم مش مشكله، خلينا نمسح كده ونستخدم بقى نموذج الراوت بيست. الراوت بيست، الراوت بيست عكس البوليسي بيست. لو انا رايح جاي
طالع من الشبكة ديت من 10 رايح ل 172، فهطلع من any من any to any، من أي مكان لأي مكان. استخدم بقى الطانل ديت، استخدم ديت، استخدم ديت، ما عنديش مشاكل. يبقى هنا هعمل راوت من نوع دايناميك، هقدر اكستمايز الراوت بتاعي او الراوت تيبل لو فاكرين واحنا بنتكلم عليه. هبدا اوجه حركه المسارات البيانات، او عفوا الترافيك اللي جاي مني او رايح لي، يعني اللي طالع مني او داخل ليا، هبدا ان انا اكستمايز للراوت تيبل واقول له والله ممكن تاخد طنل رقم 1، طنل رقم 2، طنل رقم 3، ما عندكش اي مشاكل على الاطلاق في الكلام ده. يبقى كده نرجع للبورتال بتاعتنا تاني، كده فهمنا يعني ايه راوت بيست، يعني ايه بوليسي بيست. تمام، نخلي بالنا بقى، نخلي بالنا ان في حاله ان انا هختار البوليسي بيست، حضرتك مش هتتمكن من ان انت تلعب في الجزء الاس كيو. شايفين لو قلت له بوليسي هي ما فيش غير البيزك فقط هي المدعومه، بينما لو قلت له راوت بيست لا، انا عندي اكتر من 10 انواع تقريبا مدعومين او ما يزيد عن 10 انواع، من ضمنهم البيزك. علشان حضرتك ما تتلخبطش بين الانواع، انا حاسب لك في الديسكريبشن بتاع الفيديو الفرق بين كل نوع، وغالبا غالبا الفروقات بتعتمد على الماكسيم كونكشن والسرعه اللي جاي الفي بي ان سبيد والماكس كونكشن للديفايس او للبوينت. خلاص، يعني بيزك مثلا بيدعم 10، اللي مش عارف الجي دبليو 2 بيدعم 50، ده سرعته 10 ميجا، ده سرعته مثلا 100 ميجا، وهكذا. فالكلام هنا كنظري، كلام نظري كتير، ولازم حضرتك تاخد عنه فكره علشان بعد كده لما تشتغل فعليا ويطلب منك تنفيذ سيناريو ما، يبقى انت فاهم انت بتعمل ايه. خلاص كده شباب، تمام. يبقى كده تعرفنا على انواع الجيت واي وانواع الفي بي ان اللي هتستخدم، والاس كيو احنا قلنا خلاص هنسيب ان شاء الله في الديسكريبشن الديكومنت الخاصه بالاس كيو الخاصه بالفي بي ان. طيب هنا بقى الجنريشن، برضو هنا عندي جنريشن 1 وجنريشن 2، وده من اسمه، ده كان الجيل الاول لعمليات الجيت واي او الفي بي ان جيت واي، وده الجيل المحسن منه واللي بيدعم فيتشر اعلى. يبقى هنشتغل على الجنريشن 2، او ممكن نختار الجنريشن 2. هنا هيبدا بقى يسالني الفيرتشوال نتورك اللي حضرتك هتركب عليها الجيت واي فين. خلي بالنا ان هي برضو هتروح ترتبط بين الريجون، هترتبط بالريجون، فيما يعني لو ما عنديش في نت في الـ STOS مش هقدر اختارها. يعني مثلا احنا ما عملناش مع بعض حاجة في استراليا، هيبدأ يلود يقول لي انا مش لاقي اي حاجة في استراليا. خلاص كده شباب، وصلت. بينما فعليا فعليا احنا تقريبا كان عندنا كندا سنترال، تقريبا كان عندنا فيها ايوه اهي، تمام كده. فالفيرشوال نتورك بترتبط بالريجون، دي مفاهيم المفروض بنفكر نفسنا بيها، تمام كده. خلينا نختارها. هيبدا يقول لي خصص لي السب نت اللي هشتغل عليه فيما يتعلق بالفينت دي، يبدو انه فيها 16 ادرس بس، مش هينفع اخد من عندها، مش هينفع اخد اشتغل عليها يتوي. فخلينا نروح لزي ما كنا الاس تي او اس، هنلاقي فيها تقريبا كور ديت، ايوه ما عندناش فيها اي مشاكل، دي 256 اي بي، الحقيقه جميله ما عنديش فيها مشكله. طيب هيبدا يقول لي هنا بقى فين البابليك ادرس اللي انا هشتغل عليه كجيت واي. حضرتك عندك حاجه هتخصصها لي، وخلي بالكم لازم يكون نوعه ستاندر، لازم يكون نوعه ستاندر، ما ينفعش يكون ديناميك او بيزك، تمام كده. تمام،
هقول له لا انا كريت نيو، طب سمي لي بقى البابليك اي بي، والله ممكن اقول له جي دبليو اي بي او بابليك اي بي، خلاص تمام. هتحط او هتعمل بقى هاي افيلابيلتي، هتخصص اتش اي للجيت واي ديت. في حالتي هنا انا ممكن اقول له والله على مستوى الزون خلاص، فهيبدا يعمل لي زون ريدندنت ويخليها لي الجيت واي. نخلي بالنا يا شباب انه الكلام ده احنا شارحينه من زمان في فيديوهات كتير، فمش من المفضل ان احنا نقعد نزيد ونعيد فيه، لان احنا سبق واكدنا ان احنا بنتكلم ناس مفترض ان هي ناس طلعت تشتغل مهندسين شبكات على اجر، فالكلام ده المفروض يكون عدى عليك اصلا وفهمه. اوكي، لو حضرتك نسيته او لو حضرتك زي حالاتي كده بينسى، عادي جدا ممكن نرجع له ونشوفه تاني ونفهمه من جديد، كلنا بنتعلم. تمام كده؟ تمام. مين هيقول لي بقى اكتف اكتف ولا اكتف باسيف ولا مش عارف ايه الحكايه؟ اكتف اكتف ان انا هعمل بدل الجيتوي الواحده، لا ده انا هعمل اتنين، ده انا كاني بعمل تو جيت واي، بحيث ان لو واحده فيهم وقعت الثانيه شغاله وصحيه، الثانيه صحيه وبترد عليا. فهنا لو قلت له انيبل هيبدا يقول لي طيب اديني بقى السكندري اي بي، شايفين يا شباب؟ اديني بقى، انت هنا اديتني اهو بابليك اي بي ده البرايمري، وانت قلت لي انا هعمل اكتف اكتف، فبالتالي انا هروح اعمل لك اثنين بابليك اي بي، علشان لو واحد فيهم مات ولع التاني شغل. اوكي، ادي فكره الاكتف اكتف، في عندي اكتف اكتف واكتف باسيف. طيب خلينا نقفلها، مش محتاجها دلوقتي. طيب هتحط بي جي بي، هتحط بروتوكول البي جي بي. بروتوكول البي جي بي يا شباب هو بروتوكول شهير جدا وبيستخدم لربط الشبكات البعيده او ربط شبكات المناطق او حتى الدول، بيربط الاي اس بي بدوله معينه بالاي اس بي اللي في الدوله الثانيه، ده من ضمن استخداماته يعني. طب هتحط هنا بي جي بي؟ لا مش محتاج انا بي جي بي، او محتاج فهيبدا برضه يقول لك طيب اديني بقى النمبر او سيستم نمبر بتاعه او الكونفيجريشن الكاستم بيبقى الخاص بأجر، والقصه اللي احنا في غنى عنها لان احنا اصلا مش هنستخدمه. طيب هقفل البي جي بي وهبدا اقول له نيكست، هيطلع لي التاج وهيبدا يعمل ريفيو ويكريت للجيتوي. نركز يا شباب ان عمليه الكرييشن الخاصه بالجيتوي بتاخد اب تو 45 مينت، يعني حضرتك ما تتخيلش ان انت مجرد ما تقول له كرييت هيروح يعملها لك، لا ده هيقعد تقريبا حاجه 40 دقيقه، علشان لو حضرتك حابب تعملها عملي ما تقلقش وتقول هو انا ممكن اكون عملت حاجه غلط او ده طول ليه او الكلام ده، لا هو فعليا بيطول جدا، بتصل الى ساعه او اقل قليلا من الساعه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو حضرتك شغال ورايا براكتيكال ياريت بعد ما تعمله وتشتغل عليه وتفهمه تحذفه على طول، لانه غالي جدا. لو انت شغال مثلا الفري اكاونت بتاعك على اجر، ممكن لو عملته ونسيت مثلا تشيله لمده يومين ثلاثه الكريدت بتاعك فعليا هيروح. قبل ما نختم الفيديو بتاعنا ده، انا حابب بس او احنا حابين مع بعض ان احنا نعمل كومبير بسيط كده علشان ياكد لك على شويه مفاهيم المفروض برضو ان حضرتك تفهمها كويس جدا، ومش بس تفهمها، لا ده انت ما تنساهاش وتاكد عليها بان انت تستمر في القراءه فيما يتعلق يعني بيها وكده. طيب خلينا نختار بس، معلش قلم غيرته لان ده يعني غليت شويه. خلونا نعمل كده الجدول ده يا شباب علشان ناكد على مفاهيم المفروض حضرتك تكون حافظها كويس جدا. يعني انا ريكومندد ليك طالما عايز تفهم بشكل كويس، ولو فهمت بشكل كويس هتأدي بشكل كويس جدا. هنا هقول ايه؟ هقول مثلا البوينت تو تو سايت، البوينت تو سايت، وهنا هقول البوينت تو بوينت،
وهنا عفوا كنت بقول ايه بوي سايت تو سايت عفوا هنا هقول السايت تو سايت وهنا هقول الاكسبريس راوت اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب مالهم بقى دول؟ هنا في البوينت تو سايت لو قلنا مثلا السبيد البوينت تو سايت يا شباب بتدعم لحد ميد جيجا ميد جيجا عفوا ميد جيجا استنادا على ايه؟ استنادا على الاس كيو اللي حضرتك بتختاره. الاس كيو اللي انا قلت لكم هخلي لكم هخلي في وصف الفيديو هحط لك الدوكيومنتيشن الخاصه بيه اهو. استنادا على اختيارك ده انت بتختار هنا الفي بي ان جيت وي 1 مثلا فدي بتديك سرعه معينه انا مش حافظها يعني بصراحه. طيب لو اخترت مثلا ديت 4 دي تديك سرعه اكتر او اقل وهكذا. فبالتالي هنا استنادا على النوع الاس كيو اللي حضرتك بتختاره بيبقى السبيد او الباندويث خلينا نقول تمام. سايت تو سايت هو شغال على واحد جيجا 1 جي بي. طيب الاكسبريس لا احنا بقى ده قلنا ده عمهم بقى ده بيبدا معاك من 50 ميجا وصولا الى 10 جيجا. من 50 ميجا الى 10 جيجا. فتخيل لما تكون عندك خط انترنت بقوه 10 جيجا وانت بتعمل عمليه مايجريشن للورك لود عندك في الاون بريم بتقلل الحياه بالنسبه لك زبادي خلاط زي ما بيقولوا او سكينه في الحلاوه يعني ولا كلمه. بالتالي هنا تاكيدا على مفهوم انه الاكسبريس راوت ده اللي بيستخدمه الشركات الكبيره واللي معاها فلوس تدفع واللي عندها شغل مهم بالنسبه لها جدا ورك لود عالي فلما تيجي تعمل مايجريشن ال1 جيجا ده بالنسبه لها كلام يعني مش هينفع مستحيل اصلا. فبالتالي هي بتروح تعمل الاكسبريس راوت تمام كده يا شباب. اوكي طيب دي اول حاجه اتكلمنا على السبيد او على الباندويث. نتكلم على ايه تاني؟ نتكلم على البروتوكول. نتكلم على البروتوكول المستخدم في كل نوع من دول. في البوينت سايت هو بيستخدم السيكور سيكت تانل او اختصارا كده الاس اس تي بي او السيكور سوكت تانل بروتوكول او بيستخدم الاي بي سيك برضه بيستخدم برضه الاي بي سيك. طيب في سايت تو سايت بيستخدم الاي بي سيك حصرا الاي بي سيك بروتوكول الاي بي سيك حصرا خلاص تمام. الاكسبريس روت بقى بيستخدم يا شباب مجموعه كده من البروتوكولات اشهرها الام بي اس اشهرها الام بي ال اس او الفي بي ال اس اللي هي بيسموها يا شباب الدايركت كونكشن دايركت كونكشن تمام. اوكي ادي البروتوكول. طيب فيما يتعلق بعمليه الراوت او الراوتينج البوينت تو سايت ممكن استخدم معاه الراوت بيست اللي احنا اتكلمنا عليه شويه. في السايت تو سايت هيستخدم الاثنين هيستخدم البوليسي بيست وهيستخدم برضو الراوت بيست الاثنين. في الاكسبريس ما بيستخدمش غير البي جي بي البي جي بي البروتوكول البورد بيسموه البوردر جيت واي بروتوكول تمام. اوكي طيب نتكلم عليه تاني يا شباب. نتكلم على الكونكشن على الكونكشن الكونكشن هنا الكونكشن هنا في البوينت تو سايت هو بيستخدم الاكتيف باسيف بيستخدم الاكتيف باسيف هنا بيستخدم الاكتيف اكتيف والاكتيف باسيف برضو اوكي اكتيف اكتيف اور اكتيف باسيف يعني يا اما تقول لي اعمل لك 2 اي بي او 2 جيت واي
باتنين ريال اي بي زي ما شفنا، يا اما تقول لي لا انا هكتفي بواحد. انما في البوينت تو سايت لا، هو اكتف باسيف فقط. طيب هنا برضو في الاكسبريس روت هو بيستخدم الاكتف اكتف حصر. ده سيدي الناس، ده ما حدش يقدر يتكلمه، ده راجل كبار، ده ما لناش دعوه بيه. طيب اعتقد دول اشهر حاجات انا كنت حابب ان انا اديك هنت عليهم، او مش هنت يعني حابك تفهمهم، علشان لما تدخل تعمل شغلك في الريال لايف بقى تكون فاهم، او لما تفهم تكون فاهم قوي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، ونستكمل عمليات الكوميجريشن الخاصه بالجيت واي، نعملها مع بعض بقى، ونعمل السبنت الخاصه بيها ونشتغل عليها بايدينا براكتيكال. اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله.